تعلمت تريكو بالهلال الأحمر العربي السوري من 6 سنوات في أنسي، علمتنا عطتنا دورات، دورات مفتوحة ليتعلموا الطلاب بشكل عام. نحن كنا مجموعتين أعمار مختلفة، كبار بالعمر وصغار، تعلمنا عند أنسي. كانت الدورة قسمين وكل الأعمار من 18 وانتي طالعة، يعني كان في حتى ختايرة بالعمر يجوا يتعلموا معنا. نحن بعد ما تعلمنا الدورة بشهرين صرنا نشتغل مصادر للعالم ونشتغل بالبيت، يجينا شغل خارجي. وبعدين تعاقدنا بجمعية اسمها جمعية البر لليونيسيف، نشتغل بلوزات مصادر. اشتغلنا تقريبا يمكن أكثر من 6 شهور، اشتغلنا على فصلين على سنتين وخلص العقد. وكنا يعني البنات اللي كنا بالمجموعة مع الأنسة كنا نشتغل. شغلنا لليونيسيف كان على المكنة، والله استغرقت كتير لأنه كان شرح الأنسة ممثل للشرح اللي نحن نعطيه. كان أنسة تعطينا بالتفصيل، نحن كنا إيش نتعلم، نعلم اللي معنا. يعني كان في مجموعة صغيرة من أخواتي وبنات عمي صديقاتي، يعني أكلت كتير، يعني أكتر من شهرين لأنه كان صعب عليهم الشغل. والمكنة اشتريناها نحن مادية، نحن على حسابنا أخذناها للبيت، أخذنا مكانتين وتعلمنا فيهم. الدعم المادي كان من الأهل. هاي وقفة المرأة افتتحت من 6 سنين، ونحن صارنا المشروع التريكو خص الصوف صارنا 3 شهور بدايته، وحاليا ما في غير مكنة واحدة لأنه لسه الدنيا صيف ولسه ما بلشنا بالمشروع. وشغلنا حاليا كله مصادر فقط لا غير، لأنه هذا الشغل خاص بالمرأة ويدعم مكان المرأة. وفي كتير ناس يعني لأي مجال تروحي ما تقدر تساعدي المرأة، بس بوقفة المرأة فيهم النسوان يجوا، حتى إذا بدهم يفتحوا دورات أو بدهم يتعلموا يقدروا يجوا لوقفة المرأة. الصوف عم نجيبه من محلات بالسوق متوفرة كذا محل، نجيب نوعيات، في نوعيات كتير، في عادي، في صوف مقصب، في كتير، بس إنه مو أي صوف ينشغل على المكنة إلا يعني إذا يكون في قصب أو وبر، في شغل معين للمكنة مشان ما ينزع المكنة وشوف والأبر تبعات المكنة. المكنة شغلة كتير مميز، شغل المكنة يجي مصدرة مميزاتها إنه البلوز، إنه فينا بالنهار نشتغل أكتر من البلوزتين 3، اللي يعني الشاطر وإله خبرة فيها يقدر يرمي أكتر من 5 قطع بالنهار، وشغلة سريع، يعني في نقشات تطلع فيها كتير حلوة ومرتبة. شغل الإيد يعني تعب على الكتاف، على الإيدين، على النظر، وياكل وقت لتخلص القطعة. بس شغل المكنة لا أبدا، يعني القطعة ما تاكل معك استغراق يعني كتير، وتخلص بسرعة، وأريح أريح من شغل النظر. وبعدين أنه ما تضلي تعدي وما تعدي، يعني أنه المكنة تشتغل لك هي اللي تعد وهي اللي تخلص، يعني كل شيء تشيل الشغل كتير عنك عن شغل الإيد. إذا على القطع البلوز الأعمار كامل أكتر من 3 أو 4 قطع، وإذا لفاحي وطاقيات يعني ينزل أكتر لأنه الشغل أسهل كتير. يعني الشغل المكنة ينتج كتير، يعني المعلمة اللي علمتنا ترمي أكتر من 10 قطع بالنهار، 10 بلوزات تخلص بالنهار. هلا فرضا هذا شغل المقالم، يعني عم يجي عليه طلبية وما يستغرق وقت كتير، والقطعة هاي لسه في إلى شغل غطى وبعد مو خالصة 3000، يعني شغلها مو كتير وما يأكل وقت وعليها طلبية حاليا كتير عليها طلبية حاليا. والله حسب الصوف وحسب النوعية، فرضا صوف عادي ولفحة عادية مثل هيك شغل يعني 6000 ياكل معنا اللفحة مع الطاقية، لأنه الشغل الصوف العادي ما ياكل. بس فرضا هذا الشغل تبع الجزان، هذا الصوف تبعه يجي غالي، أي نوعية الخيط تجي أغلى. هاي فرضا شنطاية اشتغلناها كمان مسطرة، كمان تاكل يعني ما أكلت شيء كتير، وتقريبا شيء 15000 نبيعها حاليا. نحن أول ما تعلمنا على المكنة كان نشتغل بس بلوزات، لفحات، يعني طواقي، شيء صغار شيء كبار. هلا لا، صرنا نشتغل جزازين، شناطي، مقالم، يعني صرنا نطور كتير شغلات ما تجي على البال. علب محارم كمان، يعني في شغلات صرنا نشتغلها قبل لما تعلمنا ما كنا نعرف نعملها. من 3 سنين هالشغل كتير نشر عنا بالقامشلي، لأنه في جمعيات صار تطلب شغل، صار تطلب شغل، يعني يونيسيف، منظمات كبيرة تعاقدت مع جمعيات وصار بدها شغل، فبالعكس النشر كتير. وهالشغل هذا كتير متوفر عندنا بالقامشلي، هالمكنة هاي صارت كتير متوفرة،
يعني في كذا، يعني تروحي على أكثر من بيت تلاقي يعني مو بس مكنة، مكنة ومكنتين. يعني الأسعار ماشي حالة، بس يعني للوضع لا كتير غالي. قبل كان أسعار مقبولة، هلأ صار الصوف شوي غالي، يعني مقارنة بالمبيع الجاهز والشغل لا أغلى. نحن المشغل فيه خياطة وفيه صوف، يشتغلوا صديقاتي اللي معي على الماكينات الخياطة العادية، وأنا مكنة صوف، والشغل يعني منيح هون ومتاحين فيه. يعني في أنا صوف وفي ثلاثة خياطة، ما في غير نحن هيك أربع بنات بالغرفة بس. بداية الشغل كان كتير صعب، يعني كان الأب يعني مثل ما تكوني يعني جديدة على مكان، يعني كان في شيء اسمه غريب أوبر، كنا نخاف من الشغل، كنا يعني ما نقدر نلمس المكنة، نخاف من عطالة من صعوبتها. يعني أكلت معنا كتير كتير لتعلمنا، بس لا هلأ منيح، يعني فرق كتير كبير. يعني فيها تزييت، فيها تنظيف أوبر، تنزل الأوبر تتنظف قبل ما ينشغل فيها بداية لما نجيبها، ولما تنترك القطعة فترة يعني لازم يعني ما تنهمل، لأنه إذا تنترك تتصدي، لأنه هدول الأبر مو ما يحفظوا الزيت، ينزل الزيت منها، لازم كل فترة تتزيت إذا ما في عليها شغل. ضم الخيط هذا مو مثل ضم الخيط الصوف العادي، هاي شغلة غير كتير، يختلف عن الماكينة العادية. هلأ رح نطالع صف أبر أفرجيك بداية الشغل. هذا السيخ يتعلق مشان الشغل، مشان يمسك الشغل وما يطلع بصف الأبر. نعلقه من تحت، في له وزن خاص للمكنة مشان يمسك الشغل من تحت، وهذا الوزن راح فرجيك الوزن. الوزن يتعلق من تحت بالسيخ تبع المكنة، يتعلق من هون، في له أماكن خاصة فيه، هذا وزن خاص. في عيارات خاصة بالمكنة نشتغلها، كبسات معينة للشغل. يعني هلا هيك اشتغلنا دور مفتوح مشان الشغل. في شغلة بالمكنة انه نحن ما نعد، يعني اي مسطرة نشتغلها في إلى رقم معين لازم نقف لعنده. هلا فرضا هذا العداد هو اللي يشتغل بدل ما نحن نشتغل، هلا هيك عم نشتغل نحن بداية الشغل، هو العداد عم يعد، نحن ما لنا علاقة. عم نشتغل مسطرة صغيرة مشان فرجيك الشغل. في عيارات يعني مخصوصة للشغل، انه كل شغل له قطعة خاصة فيه. هاي القطعة تشتغل المطاط، ايه. هلأ أفرجيكي في قطعة تانية للشغل العادي، هاي القطعة نشتغل فيها شغل عادي، الوزن يضل لازم ما ينزل ليخلص الشغل. راح نريح القطعة، هلأ الشغل كتير مجدود لأنه العيار شاد، هلأ بدنا نرخي القطعة، نحطها على عيار عادي مشان القطعة تاخذ راحتها. راح أشتغل لك كم دور وبعدين أفرجيكي في شغلة كمان بالمكنة، مسطرة حلوة وغريبة كمان. هاي الشغل اللي عم اشتغله أنا يتسمى جكار، نحن نسميها هاي النقشة نقشة جكار. تجي زينة للمسطرة بشكل عام. بتمنى بشكل عام لكل مرة في إلها حلم، في طموحة شيء، إنه ما توقف شقد تكون ظروف صعبة. كل إنسان يمرق بظروف صعبة، بمشاكل، يعني حياة، لازم إنه ما يطلع على الجوانب العادية ويمشي بحلمه، اللي بتحلمه إنه تتعلم خياطة، اللي تشوف صوف، اللي تشوف أي مجال تمريض، أي مجال خليه تنسى كل شيء وتبلش، لأنه الحياة يعني راح تستمر إذا نحن عشنا. ولا يعني لازم كل إنسان ما يوقف عند ولا نقطة ضعف، وكل شغلة واحد يبلش فيها صعبة، لأن الحياة بشكل عام تكون صعبة على الجميع، بس لازم تنسى الصعوبات وتبدأ بكل شيء بحياتك.